إذا مشاهدينا نطرح السؤال في هذا الحوار، لماذا تعد مصر واحدة من المراكز العالمية في صناعة تكنولوجيا المعلومات؟ والأهم ما هي المقومات التي دعمت هذه الصناعة المتطورة في مصر وأيضا التحديات التي تواجهها؟ أعيد الترحيب بضيفنا في هذه الفقرة الحوارية الأستاذ محمد عمر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات. أهلا بحضرتك مرة ثانية أستاذ محمد. أهلا بيك. أولا يعني إيه اللي أهل مصر لكي تكون دولة واعدة في مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات؟ هو خلينا نقول كمان مصر يمكن من أوائل الدول في المنطقة اللي اهتمت تكنولوجيا المعلومات قبل ما بعض الدول تعي الموضوع من أساسه. احنا تكنولوجيا المعلومات ابتدى أول حاسب ركب في مصر سنة 58. تطور تكنولوجيا المعلومات في مصر دلوقتي ده سابع جيل أو سادس جيل موجود في اللي شغال دلوقتي من الناس اللي دارسة هندسة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. نعم. مصر بتتميز بمميزات كتير جدا. اولا التعداد السكاني اللي بيخليني اوفر موارد بشريه كافيه، جوده التعليم في المجال ده وتعدده. احنا عندنا جامعات حكوميه وجامعات خاصه بتخرج خريجين في مجالات التخصص الخاصه بالاتصالات والكمبيوتر على مستوى عالي جدا. التاهيل اللي بيتعمل بعد كده من وزاره الاتصالات ليهم ان هم يتخصصوا في مجالات دقيقه بتزود الطلب عليهم سيان للشركات المصريه او الخارجيه. موقع مصر الجغرافي برضك ليه عامل، لان مصر موجوده تقريبا في وسط العالم. مصر بتمر بيها تقريبا تلتين الكابلات اللي بتربط شبكه الانترنت في العالم كله موجوده في مصر. مصر في ناحيه التوقيت الزمني ما بتبعدش قوي عن اوروبا وما بتبعدش قوي عن اسيا، فبالتالي انها بتقدر تخدم عملاء على مساحه جغرافيه واسعه جدا من خلالها. التوقيت الزمني كمان ليه عامل، التوقيت الزمني ليه عامل، الثقافه نفسها كمان ليه عامل. حضرتك انت في مصر لو عايزه تقدمي خدمات مثلا مراكز الاتصالات عندك ناس بتتكلم لغات متعدده، صعب انك تلاقي دوله موجوده فيها. يعني عايزه ناس تتكلم اسباني، برتغالي، ياباني، كوري. عندنا ما شاء الله خريج الجامعات المصريين كفاءات متعدده بنقدر ان البي احتياجات العملاء في مجالات كتير. ده بالنسبه لمراكز الاتصال. غير كده حضرتك طبعا الاهم ان احنا، يعني انا هقول ان احنا عندنا الشباب بالذات عنده قدره على الابتكار عاليه جدا، والصناعه دي قايمه في اساسها على الابتكار. صحيح. والابداع. كل ما زودتي ملكه الابتكار والابداع بالنسبه للعاملين في المجال ده، كل ما كان الناتج على او التاثير على الناتج القومي اكتر. طيب خلينا نتكلم عن حجم الصادرات، يعني 3 مليار و62 مليون دولار. ايه اهم خدمات تكنولوجيا المعلومات اللي بنصدرها؟ ممكن يعني من يشاهدنا يرد الى ذهنه ان الامر متعلق في تكنولوجيا المعلومات فقط بالهواتف المحموله او بالحاسبات، لا، ده في خدمات وتطبيقات وبرامج وصناعات مغذيه كثيره جدا مصر يعني شبابها له العديد من الابتكارات فيها. بصي حضرتك احنا كمبيوترز، اجهزه محموله وخلافه، بتحتاج العديد من الخدمات الفنيه المعاونه عشان تشتغل. تمام. اي شبكه محمول محتاجه جيش وراها من الفنيين علشان تشتغل بكفاءه. ما تصدره مصر من خدمات، يا اما بتصدره عن طريق عماله عاليه الكفاءه، يا اما عن طريق تقديم الخدمات الخاصه بتهيئه البرامج او الخاصه بامن المعلومات او الخاصه بتطوير برامج خاصه للشركات والمؤسسات الاجنبيه في الخارج. برضك من ضمن الخدمات دي ان ابتدت في شركات دوليه تنقل مراكز التطوير والبحث بتاعتها في مصر، وخصوصا في المجالات الجديده زي انترنت الاشياء وخلافه. في شركات دلوقتي اجنبيه. انترنت الاشياء بمعنى ايه يا فندم؟ انترنت الاشياء ان حضرتك دلوقتي الانترنت اصبح الاتصال بيه مش فقط من الاجهزه الذكيه زي اجهزه المحمول او الكمبيوترز وخلافه، لا، التطور او الجيل الجديد ان حضرتك هيبقى الاجهزه المنزليه مثلا، كل الاجهزه هتبقى قابلة للتواصل مع شبكة الانترنت ويمكنها ان تلقي اوامر وتنفيذها من شبكة الانترنت. فحضرتك ممكن تكوني في الشغل وبتقدري تتصلي بالتكييف اللي في البيت تقولي له افتح التكييف الساعة كذا على درجة حرارة كذا لما اجي. حضرتك ممكن المايكرويف يشتغل عن طريق الانترنت، ممكن التلاجة تشتغل عن طريق الانترنت وخلافه. فتطوير الجهاز اللي نسميها الاجزاء الالكترونيه اللي بتضاف للاجهزه دي علشان تبقى قابله للتواصل بالانترنت، ده مجال من المجالات المتطوره جدا اللي مصر
شغاله فيه في الوقت الحالي، وفي كتير من الشركات الاجنبيه المهتمه بيها بتعمل معامل ابحاثها هنا في مصر. المدن الذكيه، مدن الجيل الرابع اللي بتعمل مصر على انشائها، ايضا بيدخل ضمن هذه التقنيه؟ ده من ضمن اللبنات الاساسيه للمدن الذكيه. ما انا اي حاجه ذكيه معناها ان انا اقدر اتواصل معاها واقدر اديها امر وتنفذه عن بعد. فالمدن الذكيه الكور او الاساس بتاعها، اللبنه الاساسيه هي انترنت الاشياء. ان انا يبقى عندي اشاره متوصله بالشبكه، عندي عمود نور متوصل بالشبكه، عندي كاميرات متوصله بالشبكه، ومن خلالها بقدر اتحكم في الموارد البشريه وبقدر اتحكم في الموارد البنيه الاساسيه للمدينه. تمام. البرامج والتطبيقات، ابرز البرامج والتطبيقات يعني اللي حضرتك ممكن نشير اليها ان مصر صدرتها الى العالم الخارجي. لا هيك في احنا تنوع البرامج، يعني ممكن ناخد ساعات عشان اتكلم البرامج اللي صدرتها مصر. ولا يعني في برامج حضرتك سيان للمستخدمين، برامج المحمول كتير، تطبيقات محمول اتعملت هنا في مصر واستخدمت على النطاق الدولي. من ضمنها تطبيقات اخذت مراكز متقدمه حتى في امريكا. تطبيقات الذكاء الصناعي الاصطناعي. حضرتك زي ما قلت حضرتك موضوع انترنت الاشياء. موضوع امن المعلومات، حضرتك احنا في مجال امن المعلومات من احد الدول المتقدمه جدا في مجال امن المعلومات، وده مجال اساسي لاي جهه عندها بنيه معلوماتيه لازم تستعين بخبراء في امن المعلومات لتامين البنيه دي، لان بقى هو العصب او الجهاز العصبي لاي مؤسسه. حضرتك ذكرت ان الشباب عندنا متميزين سواء في اجاده اكثر من لغه، سواء في الحس الابتكاري لديهم، وحضرتك اجمعت في ده ما بين الجامعات المصريه والجامعات الخاصه. معنى ذلك ان دراسه التكنولوجيا المعلومات في الجامعات الحكوميه هي بتستطيع ان تقوم بتخريج كوادر وخريجين يوازوا الجامعات الخاصه. والله حضرتك في الوقت الحالي يعني احنا الخريجين بنشوفهم من جامعات حكوميه والجامعات الخاصه مستواهم متقارب، وهم في النهايه يعني حضرتك طبعا التعليم الجامعي ده بيبقى درجه، مجال تكنولوجيا الاتصالات لازم يتخصص بعديها، يعني لازم حضرتك في دراسه تخصصيه بعديها، ودي اللي بتاهله انه يشتغل في الاسواق الخارجيه والاسواق اللي بره مصر. الاهم من كده حضرتك كمان ان الحكومه ليها نظره في الوقت الحالي بتدعم بيها الصناعه عن طريق تطوير التعليم قبل الجامعي. حضرتك احنا عندنا في التعليم الثانوي في مشروع لوزاره التربيه والتعليم مثلا اللي هو تطوير التعليم الثانوي، وان الطالب يبتدي يستعين بالتكنولوجيا الحديثه في استخدام في المناهج وفي الدراسه وفي خلافه. انا باهل الطالب من بدري ان هو يقدر يتعامل مع التكنولوجيا ويتفاعل معها، وبالتالي بقدر اطلع مواطن قادر ان هو ينتج ويبدع في المجال ده. مع العلم ان حضرتك في كتير من الدول الاوروبيه وامريكا في الوقت الحالي عندهم نمو سكاني سلبي، واغلب الشباب بيميل اكتر للدراسات الانسانيه مش الدراسات الفنيه، فده بيوجد طلب على العماله الفنيه المدربه اللي بتنتجها دوله مليئة بالموارد البشرية زي مصر. صحيح. طيب لو قلنا زيادة القدرة التنافسية لبعض المكونات محلية الصنع، هل إحنا قادرين ننافس المكونات الأخرى اللي ممكن تكون مستوردة من الخارج؟ في مجال تكنولوجيا المعلومات طبعا، في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات إحنا عندنا قدرة تنافسية عالية جدا، سيان من ناحية الكفاءة أو من ناحية التعامل مع الثقافات المختلفة أو من ناحية التكلفة. إحنا في الوقت الحالي تكلفة إنتاج منتج معلوماتي في مصر أقل من دول كتيرة كانت منافسة لينا، وبالتالي بقى إحنا لينا ميزة تنافسية عليها إن إحنا بنقدم منتج بجودة أحسن أو خدمة بجودة أحسن وبتكلفة أقل في الوقت الحالي. وتوظيف الإلكترونيات المحلية في المشروعات العملاقة زي العاصمة الإدارية الجديدة، زي مشروع قناة محور قناة السويس الجديد، ده أكيد بيساهم أيضا في تطوير هذه الصناعة. حضرتك ده بيطور الصناعة وبيخلق فرص عمل وبيخلق فرص لتكوين خبرات نقدر نكرر بعد كده استخدامها في أماكن أخرى. يعني مدينة زي مدينة العاصمة الإدارية الجديدة الكفاءات اللي هتشتغل فيها والخبرات هتكتسب منها أقدر بعد كده استخدمها وبيع الخدمات دي لدول أخرى. إحنا عندنا قارة زي قارة إفريقيا في الوقت الحالي، إحنا ممكن نكون سباقين في مجال المدن الذكية، وبالتالي ممكن نساعد كتير من الدول الإفريقية إنها تنفذ مشاريع بنفس التوجه وبنفس الرؤية بعد ما نكتسب الخبرات اللازمه اللي موجوده في العاصمه الاداريه. صناعه خدمات تكنولوجيا المعلومات اكيد يعني التركيز فيها وتحقيق خطوات فيها هيعود بفائده اقتصاديه كبيره على مصر، بالنظر الى يعني الرقم الواعد لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، هل يمكن زيادته بالتالي
أن يحدث طفرة في الاقتصاد المصري؟ هو أنا عايز أقول لحضرتك مثل لطيف جدا من أمريكا نفسها. حضرتك من 10 سنين كان أكبر 10 شركات من ناحية القيمة السوقية شركات صناعية وشركات بترول. النهاردة أكبر 10 شركات من ناحية القيمة التسويقية في أمريكا كلهم شركات تكنولوجي وشركات معلومات. صحيح. كويس. الدخل القومي لبلد زي أمريكا تعاظم نتيجة تكنولوجيا المعلومات. إحنا في مصر تكنولوجيا المعلومات من المجالات الواعدة جدا لزيادة الدخل القومي، والمهم فيها إن إحنا عندنا المدخلات موجودة وعندنا الإمكانيات وعندنا المعرفة إزاي نعرف ننميها. كل اللي محتاجينه تشجيع ودعم أكتر عشان وتركيز. إيه أشكال الدعم المطلوبة؟ لا، أشكال الدعم المطلوبة حضرتك إن أنا يعني مثلا أركز على إن أنا البراندينج أو على إن 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 تسويق المنتج، تسويق المنتج وتسويق البلد، يعني إن أنا تسويق مصر كمركز لأمن المعلومات مثلا في المنطقة، تسويق مصر كمركز لتطبيقات المحمول، مركز لتطبيقات الألعاب، وده مجال كبير جدا طبعا. موضوع البراندينج أو موضوع تسويق البلد نفسها، وبعد كده بناء التكنولوجيا وبناء الكوادر اللازمة فيها. في كتير من الجهات ورأسها وزارة الاتصالات، وزارة التعليم، وزارة التعليم العالي، بيبنوا كوادر وخبرات في المجال ده. التركيز في المجالات المتطورة من تكنولوجيا المعلومات في الوقت الحالي هتديني عائد على الاستثمار اللي بحديه في التعليم الكوادر دي أعلى بكتير، وهتزود الدخل القومي بسرعة، زائد ان احتياجات أو الاستثمارات المبدئية المطلوبة بتبقى أقل بكتير من أي صناعات أخرى. يعني مش مكلفة. مش مكلفة. حضرتك انت لا محتاجه مصانع ولا محتاجه الات ضخمه ولا مكان كبير. تكنولوجيا المعلومات ممكن كل محتاجيه يبقى عنده لابتوب او بي سي في البيت او في الشغل وبيشتغل عليه. بس العائد ممكن يكون يحتاج وقت طويل. هي دي ده التحدي الاساسي في تكنولوجيا المعلومات، انها صناعه تراكميه. حضرتك احنا النهارده بتعملي مشروع، المشروع ده بتطلع نتيجته بعد سنه مثلا، بتطلع بعد سنتين. كويس. وممكن حضرتك بتعملي 10 مشاريع 4 ينجحوا و6 يفشلوا. بس الاربعه اللي بينجحوا بيغطوا تكلفه الستة وعشرة جنبهم كمان. لكن هي الفكرة كلها إنها محتاجة توجه أو رؤية مركزية من الدولة إن إحنا نركز على الصناعة دي. محتاجة دعم من القطاع المالي لأنها قطاع إنه يوجه استثماراته للمجال ده. محتاجة طبعا توعية. إحنا بالنسبة للتعليم في الوقت الحالي، التعليم اللي أنا شايفه بصراحة في الجامعات المصرية سواء حكومية أو خاصة بيتطور بسرعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي اقبال كبير من الشباب على هذا التخصص لان سوق العمل بيستوعب تكنولوجيا المعلومات. حقيقة يعني انا لا توجد ارقام دقيقه، بس انا ادعي ان في مجال تكنولوجيا المعلومات اقل نسبه بطاله موجوده في البلد. يعني ده بيترجم حاله الحراك الكبيره في هذه الصناعه اللي اكيد محتاجه الى دعم وتطوير. وجود شركات متعدده الجنسيات متخصصه في تقديم خدمات صناعه تكنولوجيا المعلومات، ده اثره ايه في حركه الاستثمار في هذا المجال؟ هيك ده على الاستثمار الاجنبي المباشر طبعا، لان دول بيجوا يستثمروا في مصر، فطبعا ده ليه عائد ايجابي عليها. كويس. تنميه نقل خبرات، احنا ممكن يبقى عندنا خبرات في في في, في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لكن الخبره المؤسسيه بتاعه اداره الاعمال في الخارج يمكن دي نفتقدها. تواجد المؤسسات دي في مصر بيدربوا كوادر مصريه دلوقتي ان هو بالاضافه للخبره الفنيه اللي عنده يبقى عنده خبره اداريه في إدارة المؤسسات بشكل حرفي، إنها تنمو بسرعة وإنها يجنبها التهديدات اللي ممكن تخليها تفشل، وفي نفس الوقت تقدر تنمو كمؤسسة واعدة. مفيش شركة أجنبية بتيجي مصر إلا لما بتعلم كوادر مصريين وبتشتغل بكوادر مصريين، وطبعا ليها عائد، يعني لازم هي بتستفاد ولازم الفايدة اللي بتاخدها بتبقى أكبر منها، ولكن أنا بستفيد إن أنا بنقل المعرفة بتاعتها والخبرات بتاعتها للكوادر المصرية. وهنا في فايدة أخرى، يعني بدل ما يكون عندي خريجين بيذهبوا إلى الخارج كمبرمجين ومهندسين كمبيوتر، بيكونوا عاملين داخل مصر، يعني بتستفيد منهم مصر. هو طبعا تواجدهم داخل مصر على المدى الطويل أفيد للبلد، لأن أنا ببني بنية معلوماتية، والبنية المعلوماتية محتاج كوادر بشرية في الأساس. ولكن من لم أستطيع توظيفه جوه مصر بعمله بره مصر بيزود تحويلات المصريين للخارج برضك، بيكتسب خبرات خارجيه. ما هو اللي بيشتغل بره مصر مش هيشتغل طول عمره بره مصر. يعني بيشتغل فتره وبيرجع، بيرجع بخبرات جديده، بيرجع بثقافات جديده، بتثري برضك العمل جوه مصر وبتفيد الشركات المصريه على المدى الطويل. طيب، كل اللي بنتكلم عنه هي خدمات تكنولوجيا المعلومات. الموقف بالنسبه لصناعه الحاسبات الاليه والتليفون المحمول،
هل ممكن يجي الوقت اللي مصر تدخل فيه هذا المجال بقوة؟ والله حقيقة هي بس 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 مش الصناعات المتكاملة. يعني احنا ممكن مصر برضه كانوا لي حقيقة احنا التركيز في الوقت الحالي، انا قدرتي ان انا انافس دولة زي الصين في صناعة منتج. امريكا ما بتنافسش الصين. يعني النهارده كل المنتجات الكمبيوتر والموبايلز والكلام ده الشركات الامريكية كلها بتعملها في الصين. لكن انا ممكن اختار جزء معين واركز فيه ان ده يبقى مركز انتاجه في مصر، واركز في الابحاث والتطوير من الصناعات المغذيه. من الصناعات المغذيه ليها، وده ساعتها هيديني عائد اكبر وهيديني فرصه ان انا انتشر على المستوى العالمي. لكن ان انا انافس على مستوى ان انا اعمل منتج كامل، محدش دلوقتي يعني حاجه، مفيش منتج بيجي من دوله، مفيش منتج اساسا حاجه بتشتريه بيبقى متصنع في دوله واحده النهارده. صح. طيب احنا لو اتكلمنا عن برامج التصميم الالكتروني وتمويل الشركات الصغيره والمتوسطه انها تقدر تكون موجودة بمنتجاتها في المعارض الدولية، ده نوع من أنواع التمويل اللي ممكن يوسع هذه الصناعة، يقوم بتوسعتها وبالتالي زيادة حجم الصادرات. أنا عايز أقول لحضرتك أن في مجال التصميم الإلكتروني في مصر شركتين، حدامهم شركة أمريكية معمل أبحاث تطوير بتاعها هنا موجود في مصر في مجال التصميم الإلكتروني، وكل منتجاتها اللي بتطلع في أمريكا متصممة في مصر، وشركة أخرى هنا مؤخرا اشترتها من قيمة 3 سنين شركة يابانية بمبلغ ضخم، وبتعمل لحسابها لتصميم منتجات الكترونيه للشركات اليابانيه. مجال التصميم الالكتروني من المجالات المصريين متميزين فيه، واذا انا ساعدت على تنميه الشركات الصغيره المجال ده في النهايه بيبتدي على الشركات الصغيره والمتوسطه، ولما بتعمل منتج كويس بتتحول لشركه كبيره. لو انا شجعت المجال ده وشجعت، طب هنا التشجيع يجي ازاي؟ التمويل اللي حضرتك تقصده يكون ايه مصدره او شكل الدعم المطلوب؟ هو الدعم حقيقي مش دعم بيبقى مادي في اغلب، يعني ممكن في جزء مادي، بس هو الدعم اساسا دعم تسويقي ودعم فني. انا حقيقي لما يبقى عندي ناس كفاءات مثلا في مجال التصميم الالكتروني، ولكن تكلفه مثلا الدراسات او الدورات اللي تتاخد في المجال ده علشان تتطور كفاءتهم للمستوى العالمي تبقى غاليه جدا. الدوله بتقوم ببرنامج في الوقت الحالي اللي هو رواد التكنولوجيا، اللي هو ناشونال تكنولوجي ليدرز اعتقد اسمه، وده بيفتح في مجالات عديده من مجالات التكنولوجيا الدوله بتدعم ان الناس تدرسها من خلال الانترنت. لو شاب بيتفرج علينا وعايز ينضم لهذا البرنامج، ايه الطريق اللي يسلكه؟ ايه الطريق؟ عن طريق الانترنت، يدور بس على برنامج رواد الاعمال، رواد التكنولوجيا. رواد التكنولوجيا وفي حاجه يخش على الموقع بتاع وزاره الاتصالات، موقع وزاره التعليم العالي، هيلاقي فيه برامج كتيره الدوله دلوقتي بتدعمها علشان تبني كوادر في المجال ده. وجود الكوادر الفنيه وتدريبها تسويقيا، ازاي تحول افكارها لمنتجات وتحولها لمنتجات قابله للتسويق، لا يتبقى بعد كده شيء غير انها بس تنطلق. قابله للتسويق محليا وبالتالي يمكن دولية. تصديره دوليا الى الخارج. طيب التسويق الاعلامي حضرتك قلت مهم ان الدوله يتم التسويق ليها، لو في برامج وتطبيقات يعني مصريين قاموا بابتكارها وصدرت الى الخارج، هل بيبقى معروف في الخارج بالشكل المكثف انه هذا التطبيق مصري الفكره؟ ما اقدرش اقول يعني، لان هيك التطبيق بيبقى مكتوب مثلا شركه اكس اللي عاملاها، بس مكتوب شركه كذا من مصر او بيتعرف باسم التطبيق نفسه، لكن باسم التطبيق، يعني حضرتك باسم التطبيق لو دخلتي على الموقع الالكتروني بتاعه او الكلام ده هتعرفي انها شركه من مصر. لكن المهم الدعايه، المهم الدعايه. حضرتك موضوع التسويق لمصر انها مركز لانترنت الاشياء، مركز للذكاء الاصطناعي، مركز لامن المعلومات، بتخلق الصوره الذهنيه دي عند المستثمر الخارجي او عند السوق الخارجي ويبتدي يستثمر فيها. مع وجود منتجات، وجود كوادر بشرية بتكلفة اقتصادية ماشي، بتبقى فرصة الاستثمار في مصر أزيد بكتير. طيب احنا اتكلمنا عن خدمات تكنولوجيا المعلومات، المكونات الإلكترونية في الأجهزة الكهربائية والسيارات أيضا لينا يعني باع في هذا المجال؟ حقيقة لينا باع، لأن احنا مشينا على نفس المبدأ اللي أنا بقوله لحضرتك، إن احنا مش هننتج عربية. بس أنا في هنا شركات زي فكرة التليفون المحمول بالظبط، في شركات هنا في مصر بتنتج الضفيرة الإلكترونية بتاعت السيارات وبتنتجها لشركات ألمانية. خلاص؟ في شركة هنا بتنتج شكمانات وبتصدرها، في شركة أنا أتخصص في كومبوننت أو في جزء معين من الأجزاء وأتميز فيه، ساعتها هقدر أصدره دوليا، سيان حياتك بقى في الأجهزة المنزلية، سيان في السيارات، المهم إن أنا بتخصص. أنا في الوقت الحالي كدولة ما ينفعش إن أنا، ما فيش دولة في العالم بتنتج منتج من الألف للياء عندها. ولكن هو التخصص، أنا بالنسبة لي أرخص أجيبها من مصر بجودة معينة من إن أنا أصنعها عندي، هجيبها من مصر.
يعني احنا قدام صناعه هي كمان فيها ميزه مهمه، انها بتساهم في تطوير العنصر البشري في كفاءته. بالظبط. كفاءته وابداعه. بص يا حضرتك، احنا الصناعه دي انا يعني ما بتحتاجش تكلفه عشان اعداد الكوادر زي الصناعات الاخرى، والعائد عليها عالي جدا، والاهم من كده اذا اضيف له الابتكار او الابداع العائد بيتعدى التصور. احنا عندنا يعني اكتر من خدمات قائمه على تكنولوجيا المعلومات، عندنا خدمات تعهيد نظم الاعمال اللي هي المعروفه اختصارا باسم بي بي او. ازاي نفهمها او نقربها للمشاهدين؟ هيك البي بي او بتنقسم لك في جزء مثلا زي خدمات مراكز الاتصالات، دي بتعتبر جزء من البي او. البي بي او تختصر بزنس بروسيس اوبتمايزيشن او اوتوميشن، ان حضرتك انك انت هنا بتمكني العمل علشان توصلي انك انت تنتجي المنتج او الخدمه المطلوبه باقل تكلفه واحسن جوده للعميل. كويس. اللي بتخش فيه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتخش في العمليه الانتاجيه من الالف للياء. حضرتك انت من اول ما بتبتدي المؤسسه بتاعتك بنشوف ازاي، ايه اللي محتاجاه من تقنيات المعلومات والاتصالات عشان تؤدي الهدف بتاعك. لو انا هعمل مثلا مطعم او شركه سلسله مطاعم، يبقى انا عايز نظام لخدمه العملاء، انا عايز يبقى عندي نظام للشورت نمبر، عايز نظام لاداره المطبخ، عايز نظام لاداره الاغذيه، عندي نظام لكذا. كل ما بتميكيني الحاجات دي وتعمليها بشكل منضبط وشكل مناسب لطبيعه العمل، بيبقى عنصر اساسي في نجاح المؤسسه. احنا بنشوف الكثير من المشاريع في مصر بدات تسلك هذا الاتجاه، مش بس المطاعم، الصيدليات الكبرى، اكثر من مشروع اتجه نفس الاتجاه، ان يكون ليه مركز اتصال. ده المقصود بتعهيد تكنولوجيا المعلومات. كل حضرتك مجال صناعي او مجال تجاري، تكنولوجيا المعلومات بتعتبر الجهاز العصبي ليه، وبتخش بتطوره وبتظبطه. يعني حضرتك مثلا بتتكلمي زي الصيدليات حضرتك ذكرتيها، انا بقدر اظبط المخزون، بقدر اظبط في مشكله خطيره دايما في الصيدليات اللي هي مشكله الاكسبايري او مشكله انتهاء مفعول الادويه. انا ما فيش بشر هيقدر يتابع كل علبه دواء في اجزخانه بتنتهي امتى. صحيح. ولكن انا ممكن عن طريق السيستم ببقى عارف انا عندي ده هيخلص كذا وده هيخلص كذا، واقدر اديرها بشكل اذكى. بقدر ادير طلباتي، اقدر اعرف ان الدواء ده بيستهلك في الصيف اكتر من الشتاء، بيستهلك في وقت المدارس، بيستهلك مش عارف، فاقدر اعمل اقول لا يبقى هطلب منه زياده في الوقت ده، وفي الصيف مثلا ما اطلبش منه. فبالتالي عندي اداره احسن للكاش بتاعي او للاموال بتاعتي، فبالتالي ما بحطهاش في فلوس واقفه، لا دايما بشغلها في حاجات جاهزه. التطوير اللي بيخش عن طريق نظر المعلومات في النهايه اللي بتوفره لينا حاجه بنسميها المعرفه. ان نتيجه العمليات اليوميه اللي بتتم في اي مؤسسه هو بيخرج منها بمعرفه، المعرفه دي بتفيدني للتطوير. ان زي ما حضرتك مثلا احنا لاحظنا ان مثلا في المطعم الفلاني الشباب اللي من سن 18 24 بيقبلوا اكتر على المنتج ده من المنتج ده. ماشي. لما انا هاجي اعمل اعلان للمنتج ده اجيب شباب في نفس المرحله العمريه هو اللي يعمل الاعلان عشان ده موجه ليهم. في منتج تاني الناس اللي فوق ال 40 بيحبوه، يبقى لما اجي اعمل اعلان ليه اعمل حد، اجيب حد في السن ده ليه. بتطلعي بنتائج حياتك يعني لا حصر ليها، نتائج بتفيد المشروع نفسه، تفيد المشروع نفسه وتفيد التسويق ليه، وتفيد التسويق وتفيد توفير بنسميها توفير ايه الاوفر هيدز او التكلفه اللي هي بتبقى موجوده عندك. يعني حضرتك انت يعني ممكن يقول لك انت ممكن تشغلي ناس بدل ما تشغليهم كذا شغليهم كذا، بدل مثلا ما التكييف خليه اظبطيه على مثلا على 24 بدل 22، فهيوفر في الكهرباء كذا ومش هيأثر مثلا على جوده المنتج ولا على راحه الزبون. حاجات كتيره جدا تكنولوجيا المعلومات بتخش فيها، ممكن نتكلم بالساعات في كل مجال. يعني في مجال التبريد، في مجال صناعه الخضروات، في مجال التعدين، في مجال الهندسه طبعا، في مجالات الطبيه. الطبيه حضرتك انت في الوقت الحالي بتقدري انك انت تعملي عمليه، الدكتور يبقى قاعد في مكان والمريض في مكان تاني، وبيقدر يتابع حاله المريض ريموتلي عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعن طريق تكنولوجيا جديده اسمها اوجمنتد رياليتي او نسميها يعني حاجه مشابهه للواقع، حاجه الواقع الموازي او الواقع الموازي. ان حضرتك مثلا يطلع بايديه مثلا يشاور معايا في نفس المكان بالظبط، زي كانه معاكي في نفس المكان، ويحط ايده مثلا على المكان اللي فيه المشكله، هنا قولوا لي لون مثلا العضله دي، هكذا. طيب الرقم اللي احنا وصلنا له هل مرشح للزياده تتوقع في بإذن الفتره المقبله؟ طبعا. مع توجه الدوله لدعمها سيان لتطوير التعليم قبل الجامعي او تطوير التعليم الجامعي وزياده عدد الناس المشتغلين في المجال ده، اتوقع طبعا زيادته. احنا عندنا
موارد بشرية لا حصر ليها إذا وظفناها في مجالات ذات عائد عالي زي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، طبعا العائد ممكن يتضاعف. أو يكفي أن حضرتك ذكرت نقطة شديدة الأهمية، أن عدد البطالة يكاد يكون معدوم في مجال تكنولوجيا المعلومات تحديدا، لأنه هو المستقبل وهو يعني الواقع والحاضر الحالي. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد عمر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات. شكرا جزيلا على وجودك معنا. ومشاهدينا ما زلنا مع حضراتكم في هذه الحلقة من برنامج من القاهرة. الفقرة الحوارية القادمة ستكون عن الإعلان قريبا عن مصر خالية من المناطق العشوائية الخطرة. طبعا المناطق العشوائية مشكلة تعاني منها مصر منذ سنوات نظرا لوجود العديد من المدن غير المخططة، لكن العشوائيات الخطرة اللي بتشكل خطر على صحة الإنسان هي كانت مشكلة شديدة التعقيد، والدولة بدأت خطوات جدية بها، وبالفعل في القريب العاجل سيتم إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية الخطرة. أهم هذه المناطق وأهم المحافظات التي تم البدء بجدية في النظر في هذا الملف، هذا ما نناقشه مع حضراتكم في فقراتنا الحوارية الثانية، ولكن بعد متابعة موجز 11 مساء لأهم الأنباء مع أشرف عبد الله.